لكل المشاهدين. اليوم نهار الثلاثاء 13 أب أغسطس 2013، على صباح جديد واكيد فقرات جديده بترفقكم من هلا ولغايه الساعه 1 بتوقيت بيروت. لبنان بعده بالف خير، لبنان ما في شيء بيوقف بدربه، ما في شيء بيوقفه عن اشغاله، ما في شيء بيوقفه عن نشاطاته، وهذا الشيء اكيد عم نشهده بكل المناطق اللبنانيه. رغم عن كل الظروف الصعبه وعن كل المصاعب وعن كل المشقات وعن كل الامور اللي عم نشهدها يوميا، ان كان على الصعيد الامني او السياسي او الاقتصادي او الاجتماعي، لبنان بعده عم يضج بالحياه وين ما كان. انا بدي اقول لكم شغله، صار لي يومين عم نزل على اعياد بيروت، على اسواق بيروت بالتحديد، وعم نشوف العجقه والناس من لبنان، من العالم العربي، من كل انحاء العالم عم بيجوا لحتى يشجعوا النجوم العرب والنجوم اللبنانيين بالتحديد. نجم وائل كفوري كان من يومين بحضور اعلامي واعلاني وفني كثير كبير اكيد، بالاضافه للجمهور الكبير والجمهور العريض اللي بحبه، وايضا امبارح فنان صغير حط براسه حلم كبير وراح على ذا فويس على فرنسا وقدر يمثل لبنان بشكل كثير رائع وكثير حلو مع صوته، ابتسامته الجذابه وحضوره المميز جدا، وقدر فعلا يحقق نجاح كثير كبير. وامبارح كان موجود باسواق بيروت عم بيحقق حلم كل شخص منا ممكن يكون عنده اياه بقلبه او عنده اياه براسه بشكل كثير صغير. امبارح شهده شخصيا قدام عيونه انطوني توما، امبارح كان كمان باسواق بيروت، وهذا الشيء فعلا بخلينا كلنا يكبر قلبنا ونقول انه اللبناني بيقدر يوصل وين ما كان باي عمر كان وشو ما حد براسه وشو ما كان بده يعمل. ما تخافوا من شيء ابدا، شو ما كان عم يمرق معنا منضل منقول نحن قادرين نوقف على اجرينا ونقدر نحقق ونسجل اهداف كبيره واحلام كبيره وين ما رحنا وين ما جينا. نحن عنا شخص هون بيحلم انه هو عنده صوت حلو، بس هو صوته مش حلو، بيطبخ طيب ايه، مبدع ايه، انساك. اتمنى لو انساك. اليوم الشيف شادي زيتوني باسواق بيروت ابتداء من الساعه 8 والبيع التيكت بفاجر ميجا ستور. سوري سولد اوت. شو عم يغنوا يعني انه صوتهم اجمل مني؟ سولد اوت التيكتس اليوم تبعولك، لانه انا اشتريتهم حتى ارحم الجمهور انه ما حدا ينزل يحضرك. نحن نفتخر بكل انسان اليوم صحيح. بيقول انا لبناني على الاراضي العالم كلها سوا. عن جد بصبحكم بالخير وكثير حلو لبنان. انا بعارضك ببعض الاشياء، نحن مش بالف خير، نحن بألف خير، نفسيتنا يعني بألف خير. ما يا بعرف شادي، أنا يمكن كتير متشائم من الوضع شوي صغيرة، بحاول إنه هيك، ما بعرف أنا هيك. معك حق، هلا في كتير مشاكل، أنا هيك لأنه في أشياء بالبلد عم ترجع لبنان لورا كتير، فبس إنه منضل نحن نجازف ونكادح تنضل واقفين على اجرينا، وبتعرفي كيف يعني، وان شاء الله كمان بيكونوا المشاهدين فهموا كمان شو بقصد. اكيد بتعرف شادي، لو ما نحن بنضل حاطين براسنا بدنا نشوف النص المليان وما بدنا نحط الحزن بالجرن مثل ما بيقولوا، ونحط ايدنا على خدنا ونندب حظنا، يمكن ما قدرنا كنا كفينا. أي بس ما بعرف، ما في شعب بالعالم، بس ما كان في شعب بالعالم بيقدر ينام بالملجا وتاني نهار يقوم يظهر ويسهر وينبسط ويرجع يشوف الحياه بشكل حلو. هيدا هو الشيء الوحيد الموجود بلبنان. يا اخي اذا في عالم عم تعبي هالكبيه وعالم عم تكبها. ايه معك حق، معك حق. مهم انه بليز ما تصدقوا انه شادي ما عنده ولا حفله لا بعيد بيروت، لانه اذا نزل غنى بعيد بيروت بتصير احزان بيروت. عم درب الفوكاليزم. ما في شك انه هو فنان مبدع، بس بمهاراته اليدويه وبالمطبخ اكيد، واكله بشهي وقد ما انه طيب اكيد كلنا بنقضي عليه بلحظه، بس كغنى هيدا الشيء مش موجود. اكيد عم تشوفوا معنا كل وسائل التواصل معنا، ان كان على صفحه الفيسبوك، ان كان على تويتر، وان كان ايضا على الايميل، وكل فقره بعالم صباح عندها الايميل الخاص فيها. فقراتنا عديده، خلينا نشوفها. بحلقه اليوم من عالم صباح منتابع الابراج مع كارمن. هادية بتعرفنا أكثر على دار إيف سان لوران للأزياء بيع الموضة. خفيف نضيف مع كارلا والبيمية ملكة الموسم وخصائصها الغذائية. بأرض ورد بنتعلم كيف منجفف الزهور مع كيندا. كارمن بتستقبل اتصالاتكم وإيميلاتكم بزودياك. يوناناس وغيرها من الأغراض بنتعرف عليها مع دومينيك بتي في شوبينج. بوقت مع مايا وحلقة خاصة لنعرف أكثر عن قصة فايند ألي ماب وكيف منمول مشاريعنا الصغيرة، ورشة ملح على فيلي سمك بالفرن مع الكاجو وشيف شادي. مع الفنان الشيف شادي أكيد، هيدي أنا بحب زيدها كمان. راح نتابع محطاتنا، بدايتها دايما بتكون مع كارمن والأبراج. صباحكم بالخير. يوم الثلاثاء 13 اب اغسطس القمر مرافقنا برج مائي برج العقرب. الجو اليوم جيد للابراج المائيه، مواليد برج العقرب، مواليد برج السرطان، ومواليد برج الحوت اليوم وبكره.
كيف رح بتكون أبراجنا؟ خلونا نبدأ مع أول برج، برج الحمل. اليوم مولود برج الحمل في دعوة لحتى تحسن الأمور، لترجع تصحح الأخطاء من بعد مشاكل اليومين السابقين. اليوم في أجواء مسهلة نوعا ما، لكن بدك تاخذ وتعطي لحتى توصل للنتيجة. الأوفر حظا اليوم هو مولود 8 ل 10 نيسان أبريل. ننتقل لبرج الثور. مولود برج الثور اليوم هو من الأيام الصعبة بهيدا الشهر، في مشكل، في خلاف معقول يتأزم، بعد عن المشاكل حتى ما تطلع أنت الخسران، لأنه على الأرجح اليوم أنت الخسران. مشكل جي يمكن طباعك متقلبة، يصعب التفاهم معك. بيبقى المولود الأقل حظا 30 نيسان أبريل 1 أيار مايو. بنكمل مع برج الجوزاء. مولود برج الجوزاء الجو اليوم جيد وحلو، يمكن مش بحلاوة اليومين اللي مرقوا، لكن في إيجابيات، لكن بتحس حالك اليوم إنه وقتك ما عم بيخلص، شغلك ما عم بيخلص، ونهارك طويل جدا. الأجواء صحيح متطلبة، لكن بتقدر تطلع أنت ناجح. في شغل كتير، في تنقل كتير، في زيارات كتيرة. الأكثر حظا نسبيا 9 ل 12 حزيران يونيو. بنكمل مع برج السرطان. مولود برج السرطان جو جيد جدا، من أوفر أيام الحظ، من أوفر أيام الشهر حظا اليوم وبكرة. قوي قلبك، حاول أنك تروح للهدف اللي بدك إياه، ما في حدا بيخذلك اليوم. في على الهامش في احتمال أنه أحد أولادك أو أحبائك يمكن يكون بده منك دعم. بيبقى الأكثر حظا 2-3 تموز يوليو، انتبه من السرعة، من المجازفة كليا. مولود 11-14 تموز يوليو. بنكمل مع برج الأسد. مولود برج الأسد انهار اليوم بيقول لك حان الوقت لتقعد شوي ترتاح لحتى تبعد عن مغامرات، الوقت اليوم غير مناسب لحتى تعيش تجربة جديدة، من المستحسن انك تقوي الروابط العائلية والشخصية. وبعتبر الأوفر حظا هو مولود 27 ل 30 تموز يوليو. ننتقل لبرج العذراء. اليوم مولود برج العذراء من المستحسن انك تكون واضح بكلامك، تفاديا لحصول اي التباس، لانه معقول اليوم حدا يفهمك غلط، معقول تنسى المفاتيح، معقول تنسى الموبايل، معقول ايضا تضيع ايضا سيارتك وينيه. الاجواء اليوم تحمل شويه تشويش فكريا، فكون متيقظ. اما الاخبار الحلوه فعلى الارجح من نصيب 16 ل 20 ايلول سبتمبر. نوصل لبرج الميزان. بالنسبة لبرج الميزان جو اليوم مولود برج الميزان إيجابي حلو، في دعم، بتفرح من لخبر من أحد الأصدقاء أحد الأصحاب، هنالك دعم متبادل ويمكن أيضا تسمع تقدير وتكريم لإلك. الأنشط اللي ما بيهدى 12 ل 16 أكتوبر. نوصل لبرج العقرب. بالنسبة لبرج العقرب القمر ببرجك، يمكن تحس حالك اليوم مولود برج العقرب أنت على أو بمهمة on a mission. اليوم مولود برج العقرب يمكن شوي جريء أكثر من غير نهار، كلامك انتبه له، نبرة صوتك أيضا. جميع الأحوال في أمور صارت واضحة بالنسبة لك، وما غريب أنك تقرر أو تبادر. وبيبقى المولود الأوفر حظا 2-3 نوفمبر تشرين الثاني. وصلنا لبرج القوس. بالنسبة لبرج القوس اليوم في هدوء، في تأخير، في أمور مش واضحة 100%، يمكن تعلق بعجقة سير منك حسب لها حساب، ويمكن تروح على الموعد وتلاقي أنه ما حدا ناطرك أو زعلوا منك. انتبه من خيبات الأمل، وانتبه من المحتالين، وضع الصحي بحاجة لاهتمام. وبيبقى المولود الأوفر حظا نسبيا بالرغم من هالجو 11 ل 14 ديسمبر كانون الأول، وكون حذر مولود نوفمبر تشرين الثاني. بنكمل مع برج الجدي. مولود برج الجدي انهار حلو، انهار جيد، احلى من اليومين اللي مرقوا، لكن هنالك دعوه لحتى تلتفت للاخر، تقوي الروابط الاجتماعيه، حاول تاخذ بعين الاعتبار افكار الاخرين يلي رح يوقفوا لجنبك اليوم. وبعتبر الاوفر حظا هو مولود 13 ل 16 كانون الثاني يناير. بنكمل مع برج الدلو. مولود برج الدلو اليوم هو من الايام الصعبه بهيدا الشهر الصعب، اليوم المسؤوليه كثير كبيره عليك، اليوم في لقاء واجتماع وارتباط، ويمكن انت مزاجيتك هي اللي معقوله تنزعه، بدك تعد للعشره، بدك تتحمل الاجواء والمشحونه، او بدك تتحمل يمكن استفزازات الاخرين، بدك تتحمل، بدك تتحلى اليوم بالروح، روح المسؤوليه، وتكون بروفيشنال. نهارك اليوم فيك تكون كثير كثير مهم، ويمكن يكون في عندك ارتباط وعقد جديد بانتظارك. ما تنفعل، تجنب الانفعال بقدر المستطاع 7 ل 11 شباط فبراير. وصلنا لآخر برج، برج الحوت.
اليوم مولود برج الحوت بانتظاره خبرية حلوة، اليوم في انفراج وأخيرا صار له 5 أيام مولود برج الحوت زعلان اخذ على خاطره ومنه هالقد مرتاح على الوضع، اليوم في انفراج بتتغير نظرتك للأمور وتحس حالك أنك متفائل ورجعت لك الثقة بالنفس. الأكثر حظا مولود 25-26 شباط فبراير 1-2-3 أذار مارس. بختم مع مولود اليوم. بالنسبة لمولود اليوم بانتظاره سنة كتير مهمة، رح تشتغل هيدي السنة أكتر شيء على أمور شخصية عائلية عقارية منزلية وصحية، فحاول أنك تشتغل بالاتجاه الصحيح وبالطريقة الصحيحة. آب أغسطس ديسمبر نيسان أبريل هني أفضل الأشهر. إلى اللقاء بكرة، أبراج جديدة، باي باي. يا ريت عنا كوخ. يا ريت والله، بدي أحطك بالكوخ وأقفل عليك البواب. معازل للصوت، دبل جليزد زيز وبواب كله حتى يتقفل، ما نقعد نسمع الصوت. يوم فجر مواهبه كلها من الصبح، الله يسرنا. رح نتابع محطاتنا بعد لحظات، رح نكون مع علمودة مع هادية، خليكن معنا.